في اليوم الثالث من المنافسات. اليوم انت مشارك انت قصدي صاحب وداعم الزينة. فريقك، يمكن ليش لا، لا دائما تشكيل الحافز الكبير في الفريق الواحد والعمل الجماعي يأتي من القادة والمدراء دائما. وجودك اليوم مع فريق اف 3 شيء كبير بالنسبة للفريق. في عندكم حاجزين القبضة الحديدية والسلم البشري، شفنا الفريق النسائي قدر انه يتعدى السلم البشري، بس امس في الفرق الرجالية ولا اي فريق تعداه. هل هذا الحاجز او التحدي بيشكل لكم عائق كفريق؟ والله كل عشان اقول لك ان هاي الفريق كلهم فريقي انا، ولكن اليوم انا ملت الفريق اف 3، وفي نفس الوقت اهم شيء ان احنا نفكر بالروح الواحد ونعمل كجسم واحد، وكل واحد عنده خطه ونحن عدينا على خطه ان شاء الله نتجاوزها. دائما سمومكم ما تبادرون بمبادرات رياضيه في هذا المجال لرفع اسم وسماء دبي عاليا، ليس فقط على مستوى الرياضه. لماذا اخترتم الرياضه تحديدا لهكذا نوع من المبادرات ولهكذا بناء للروح روح الفريق الواحد؟ اعتقد ان هي الوحيد اللي تقرب الانسان ان يعمل كفريق واحد، فمن تعدل الاساس بعدين ان شاء الله اني بتشوفين حكوماتنا كيف تتطور ان شاء الله. كل التوفيق لكم والفريق اليوم ان شاء الله. شكرا لك.